طبعا هاي المهنة مو اليوم ولا أمس، قديمة تاريخية تاريخ الزمان. أول ما خلق آدم وحواء سبحانه وتعالى الله خلقهم بهاي الأرض، الله أعطاهم يعني موهبة بالحرف اللي هم يشتغلون بها. مثل من؟ مثل أول ما سووا حدادة والنجارة والفلاحة، يعني صيد الزراعة النتيجة. فهذه المهن هذا اللي طبعا يردن حاجات، فدقوا المنجل تعلموها، والله اعطاهم التعلم شلون يعني خلالهم فد، يعني سبحانه وتعالى خلالهم فد شيء يعني قدامهم يعني يصنعونه ويكملونه ويخلصون اعمالهم به بدون ماكينه يدويه. هاي الانبياء يعني نبي ادم، اول ما نبي ادم قاعد يسوي المنجل، قاعد يسوي المسحه، قاعد يسوي المحراث. اهم شيء المحراث هو الفدان. الفدان هو شكلين، الفدان فدان مال خيل وفدان مال ثيران هوش. فعملوا بهن سنين طويله، لا يوم ولا يومين ولا سنه ولا سنتين، تاريخيه قديمه. الى ان اجى نبي نوح عليه السلام. نبي نوح لقى بشريه هواي، بشريه كامله، لان هي اول ما البشريه زرعت هي ادم. من اجى نوح لقى شيء كله كان كامل. لقى صناعه موجوده يمشي عليها ولقى كذا، بس هو له علم. له علم بالطوفان فيضان. فسوى السفينه. سفينته هو اللي حطبها يا والحطب، والحطب مالها الخشب مالها عوج بن عناد. لنقول ما تجيش في البحر، وكملها قبل الطوفان بسنين مو بيوم ويومين، وخلف ما خلف هالبزرية هاي هذه، وهم توارث لنا نفس الفلاحة ونفس الصناعة ونفس الزراعة. يعني صناعة مو أقول لك صناعة مثل معامل وهاي شركات، لا يدوية، كلها يدوية. يعني نقول محلات كبار يسوي مساحي، يسوي مناجل، يسوي فاله، يسوي دكره، يسوي مروح مال حديد. هو هذه اللي بدوا بها وتوارثت من ذاك التاريخ الى هذا. بعدين شو يسوون؟ يسوون مثل الفاسه هم الحطب وهم النجاره، هم نفسهم اي السلسله يسوونها هم ونفسهم مال خيل قبل. هذه الى ان لحد اليوم هذا حد هذا استلمتها. هسه حاليا اجت الشركات مثل روايات. نعم. ما اهم المواد التي تنجزها يعني بالنسبه لي انا؟ اي بالنسبه لي شنو تصنع؟ بالنسبه لي اصنعها اول ما اصنع المنجل. والمنجل منجلي تسقام يعني يعتبر. اما مبرد ندقه، هذا مبرد هذا، واما ورقه مال سبرينج هذا، اما هذا المبرد هذا ندقه منجل، واما الورقه هاي السبرينج هاي الورقه نكفها نشيل قصقصها ونسويها قطع، وبعدين ندقها نسويها منايا نسويها منجل. يعني شو هذا؟ هذا هو سام قصقصنا انا، هذا يصير مناجل. هذا شلون؟ هذني يصير مناجل. هاي منجل هاي. منجل هاي شو هاي. هاي شوف عندك هاي الحديد ندقه فولاذ هاي، واكو كبار وصغار واكو كبيره. هاي كبيره. هاي بس هذا شنو شغله تزقام. مو بيزاريه. اكو مو من هذا الحديد هذا. يسوون حديد عادي سيركس. هاي دقونه عادي، دقونه مو احنا ندق، دق غيرنا. ندق مبرد هاي وحده. اما ايش ندق؟ ندق الفاله. الفاله ما ادري، الفاله هنا عندي فاله ما ادري. ندق الفاله نكملها الفاله. ايش ندق النوبه؟ ندق مثلا نسوي المحد مال وشار. هذا بالنسبه للحداده. حداده
واكو اشغال تجينا من خارجيه نسويها مثلا رزه مثلا مع الخيل. وكنا ايش نسوي؟ كنا نسوي الفدان وفدان الخيل وفدان الحلهوش. ما عندك شيء على الفدان يعني؟ الفدان ما الفدان الفدان صوت من ايام كان واحد مهل بغداد ودور مشى قلعة الصالح مشى للبصره قال له ما يسوي لك اياها الا فلان انا علي واجاني وسويت له قسم من عتن فدان سويت له انا سويت الفدان وخذاه. هذا الفدان الخيل هذا ما بس ما يبين هذا الفدان الخيل هذا هاي الرقه وهذا الميشان وهذا يعني هذا شيء تاريخي هذا نعم. من ادم هذا شغلات ادم نعم. مو شغلاتي انا بس توارثها من هاي الى هاي ها حتى الغرب يستخدمها كلها هي كلها البشر كلها البشر مو بس العماره احنا حاليا العماره شكوا بشر بس تحرفوا بيه اما سووا حديد وقسم خشب هو اصلا خشب هو لان يعلو وينصب وهسه سووا حتى على ستوت يربطونه اليوم حاسه حاليا هذا السنه يربطوه على ستوته ويكربون بدل ماكو داعي الحيوان بدلوه وقعد بستوته يعليه او ينصيه ويكرب. اي هل اثر الاستيراد على عملك وعملكم؟ نعم قبل يدويه والمحل مسوس كله يدوي نعم. المنجل الفاله المسحال الكرك الغيره كلها موجوده اليوم اصبحت الحاجه اصبحت كلها صين صيني الصيني مناسب انا مثل ما اشتغلها انا ب 10,000 ويا ذاك ب 2000 داخل من بال 10 و 2000 ذاك استهلاكي مال يومين ثلاثه ويذبه انا لا اذا يجيني ما ينذب هذا حتى يبقى حتى 15 20 سنه يعني لان كل ما تنكسر يده تنسوا له يده ذاك لا ب 1000 دينار يخلص موسم مالته ويذبه شو ما اثر علي ما خلاني اشتغل قبل السلسله نسويها وقبل نسوي المنجل وقبل نسوي اشكال الحديد شكو حديد بالسوق وحو احنا نسويه احنا حتى اصبح ما نشتغل لان صين كلها صين اثر علينا حيل اثر علينا اثر على العمل. ماذا تبقى من المهنه يعني؟ شو تبقى من المهنه؟ هسه حاليا ما تبقى شيء من المهنه يعني ما حد يطلب لان اول شيء مي ماكو شطوط ماتت زرع مات دولتنا التزمتها دوله ثانيه هي تصدر لنا بعد الفلاح ما مثل بعض الفلاح يبيع ب 2000 دينار الكيلو يجي كيلو ب 500 بعد شلون يبيع؟ جمد بمكانه وقعد الفلاح قعد النجار قعد الحداد قعد كل هالمهن هاي قعدت منين من الخارج دخل علينا دول ثانيه والصين اللي هو الكسر الحاجه سيارات بيها شغل بيها ضمان بيها قوه بيها كذا المواد اللي تدخلكم قبل على زمن الاولي قبل الاولي زمن حكومه الاولي مدبوط صدام حسين حكومته جاي قبل لا مكانها المنجل مكانه والفأله مكانها والكل كله مكانه يعني يوميتنا احنا ما تبقى 500 600 700 توصل يعني 700 ربحها بال 200 يعني مو ناخذ نعمه من الله اليوم انتهى كل شيء انتهى راح هو الحكومه ديشة راح كل العمل كل عمل انتهى لان دخل استيراد شط مات بعد ما هسه حاليا هسه حكومتنا لا تراقب ماينا تجيب لنا لا تعدل شطوطنا الفلاح لحد يدعمه اول واحد بعد نزل هبد شيء من شيء ينزل الى ان صفر هسه صفر تحصل لك علاقه تاخذ عائلتك وما نوبات ما تحصل ما تستفيد بعد مهنتنا ماتت احنا تندثر هاي المهنه؟ اي تندثر تنتهي هسه الاعمار هاي محافظه بيسان احنا بيها استادين بس استادين بيها قبل بيها فوق 30 واحد اذا احنا بطلنا من عدل من نهايه بعد انتهى كل شيء انتهى
يجيبون من الخارج، يبقى الخارج وتبقى الشغلات اكو ناس تتعلم جديد على العادي تندفع. هو اجى واحد جتك على فدان من بغداد يدور يسوي تراثي يضم عده فد ما ادري شده يعني، ودور المحافظات كلها ودزوا علي انا، وانا سويت له فدان هو شكل صحيح بس بشكل صغير تراثي مضبوط، وخذات فدان بغداد خذاه مع الهوش، فدان البرتشة والنير والرقة ما أقول يعني أدواتها كلها كاملة كاملة يعني شدوا ويكم. هذه المهنة مهنة حرة، أحد المهن الحرة في العراق وبالأخص في ميسان. المهنة الحرة يعني عمرها بدأ مع يعني مع تكوين أو خلق الإنسان، يعني الإنسان من عاش في البداية كان يحتاج يحرث حتى يزرع، يحرث حتى يزرع ويصيد السمكة وكل شيء يعني يشتغل في سبيل يعيش. إذن عمر المهنة مع بداية الزراعة، الزراعة كانت تحتاج الفدان مال الخشب إلى السان مال الحديد يسوون له، وأجزاء يسمونها الرقة يعني العضد والسير، ويعني قطع متكونة هذا يركبونها على الشرود ويحرثون بها الأرض. هاي كانوا أجدادنا وأسلافنا كانوا يشتغلون هذه الشغلة. أما بالوقت الحاضر من جت المكننة الجديدة والآلات الزراعية والفدان الجديد الزراعي اللي هو شو اسمه هذا الدركتار، هذا الفدان اللغة واللغة تقريبا وتحديدا سنة 1970s سبعينات اللغة. أما من السبعينات وجاي لا، بعد اللغة نهائيا. أما بالوقت الحاضر لا يزال المصلحة اللي نشتغل بيها واللي مستمرة في الوقت الحاضر هي المنجل والفالة والمسحة وما يتبع المسحة وما يتبع الفالة، وأكو أدوات يحتاجها هم العامل أيضا، وأكو أدوات صغيرة يعني ما يحضرنا ذكرها، لكن الأساسيات منها هي ما تخص الفلاح وما يخص الصيود، أو بالأساس تخص الفلاح فقط. وحقيقة بالوقت الحاضر يعني أضمحلت هذه المصلحة لوضع العام للبلد ولدخول الحاجة الجديدة عليها ولقلة يعني المصلحة انقلت، لأنه يعني الفلاح بعد ما توجه يزرع لأنه ماكو ماي ماكو سناد ماكو يعني شيء يحتاجه يعني ويتوفر إليه، وبالأخص الماي هو الأساس لزرع كل المزروعات. فتقلصت المصلحة يعني ما بيها يعني خير للغاية صراحة. ناظر مو اليوم، اليوم هيك هذا حياة مال هسه مال نعيشه، بس ربك مراد يكون كون من وراء سبع سماوات، احنا سبع سماوات وهاي بعدين يا الله يوصلون المؤامير معني الخالق الملائكة المخربين، من راد يخلق ويبسط أرض بأمره بعزته وجلاله، من هو يجاوب رب العالمين؟ ما حد جاوب نهائيا، ما حد صد وجاوب وما يشاف، ترى اللي يقول لك شفته كذا لا نبي ولا وصل ولا راد يكون كون ويخلق بشرية، وهاي خسوف كانت مياه بحور، شلون هسه البحور ضالة من هي نفس الشيء، لا بيها بشر ولا بيها حيوان ولا بيها، بس الملائكة شرير أهل الظلام، احنا نسميهم اهل الظلام، عايشين بظلام مو عايشين بنور، النور بس عند الخالق وما
يتبع الخالق. من هو؟ ما حد صد وجاوب رب العالمين وهي وكمال. بس الملك المقرب وهو صغيرهم مثل ما نقول العباس قمر بن هاشم مو صغيرهم يسموه أول قمر بن هاشم صد وجاوب رب العالمين قال له أنا أنزل للأرض استغفر الله وهي وقماري نزل للأرض هاي وهي أرض شريرين ما يجيهم فقير ولا يقدر يكون ما عنده سيطرة أمر من ربك نزل شاف نزلت صعوبة جاوب رب العالمين قال له بعزتك وجلالك وهي وقماري الطين السرب الكامل ما هو ما أقدر أسيطر عليهم طاء السرب ما رب العالمين وسط الأرض كون 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 نهران رفع السماوات نزل هاي الأشجار الذي هي مثمنة للبشر ما نزل بس المصلحة بعد أما المصلحة أنت باكر تتعلمها نزلت كملت ظلت الأرض شلون الماء الطين هويط بعزته وجلاله نزل كمل صعد صار له شهرين إلا يوم إلا خمسة أيام استغفر الله إلا خمسة أيام يا الله يكملن الشهرين قالوا له سووا فرح قالوا له بعزتك وجلالك الندى ينادي المقرب إليه قال له ناقص 12 يوم الشهر 12 يوم مو هنا تكون ما فوق عند الخالق قالوا له ناقص 12 يوم الشهر بعزته وجلاله قال لهم نعيد 12 يوم يلا نقول كمل الشهر نحسب شهر سووا عيد سووا ثمن وروبه بعيد الصغير مو كامل 12 يوم من بعد الأرض من بعد السماوات من بعد ما كملت النهران ما الأشجار الأنهار كلها تأسست بهذا التالي صعد طرسوه 66 مصفة تنسميها مثل تعميدنا البشر هاي أنتم نوبات يقولون يغطون لا هي مو غط هذا أمر من رب العالمين تعميد كونت الكون من آدم آدم إيش قد عاش آلاف السنين ويقول أنا بعد ما شايف بالدنيا المهم ردت المن أمر مشبه وشمه رب العالمين تجبوه حان ترى الحداد والنجار والصايغ قديمين بعضهم قديمين أقدم من تأسس البشر وفتهم ومتقدموا قال له تسوي سفينة السفينة شلون مو يوم ويومين ولا سنة تقضي بعد عمك تشيل بما يلم البشرية سوى جاب له الوقع عوج بن عنادي يقول لك يمد ايده فوق على الحرارة ذا سمكة ذا لحمة يشويها ما تشوف ذا راس ولا رجلي جاء الشيطان الشيطان ترى هم قديم بعد عمك ما نقول اليوم لا قال له ها قال له نبي نوح قال له جيب لي كارة للسفينة قال له روح خلي شبعك يا الله تأخذ الكارة هذا الوقع نساء على رأسه يجي قال لا قواك الله قال لا بعزتك وجلاله رب العالمين أنا ما جايب الكارة كلها ظلت يقول خلي شبعك صحن هالقد والنعمة تجري شلون الماي أكل أكل قال له شبعت قال له أكل قالت يا لا أجيب الكار هذا الوقع كافي أخ من كل شكل نثية وزوج من كل شكل مخلوق ربه كونها بالسفينة هاي السفينة بزمان نبي نوح وقبل نوح هي المصلحة جاية بعد عمك شلون كونوا السفينة إذا ما أكون مصلحة قبلها هذا تاريخ السفينة اتخذت الناس اتخذت الفالت اخذت المنجل اخذت المسحات اخذت السيف اتخذت كل الامر هذا هو تاريخ المصلحه بعد الله مو تاريخ اجت اليوم جد جابها لا جد جد لا 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 ابدا نهائيا اجيال بعد الله واحنا نقول نحمد الله ونحمد رب العالمين وحي العظيم بطل البشر معلومات الذين
مستمسكات مثل ما عندك شهادة أنت من كل ما عندك هاي المصلحة ما تقدمها. أنا هسه ما أعرف لها أشرح بس ما أعرف لها. أطاك ربك موهبة إلها، أطاني موهبة لغيرها أنا، وكلها سواها فرد مصلحة، لو كلها فرد مصلحة انتهى. ما أهم المواد اللي تنجزها يعني، شنو اللي تنجزها بهاي مهنتك؟ المواد كلها تفيد البشر. مثلا يعني للمشاهد، وضح المشاهد المسحات تفيد البشر، المنجل يفيد البشر، الفالة تفيد البشر، هذا عود من برضه تسويه عود مثل هذا تتعب عليه تسويه، هذا يستفاد من البشر، استفاد من الفلاح، استفاد من العامل، تستفاد انت من المعامل والفلاح، هم بالبيت تستفاد منه، تحفر لك مجرى، تحفر لك شيء لازم تحتاج هذا. هذا يعني انت ايش تصنع؟ اصنع بلم. البلم مثل ما نقول شلون سفينه. بلم ومسحاه ومنجل وربن، كل الاشياء هاي ربك طالع علم ماخذينه حرف حرف. منين اخذت هاي المهنه؟ فقعت على جدي، جدي فقع على ابوه، على جدي، على من قلت لك من التاريخ، من قبل نبي نوح عليه السلام الى هذا التاريخ، ما جاي اليوم. زين، الاستيراد اثر على شغلكم؟ يعني هاي المواد اللي تدخل نحكي بالصدق؟ اي صدق. الصدق؟ يعني خلى بعد سنه سنه الاغرب اذا كله مثل هاي الشعب ما يستفاد، نهائيا ما يستفاد. يصير قحط. ماكو عمل، كذا ماكو عمل، انت لا تشتري منجل، لا تشتري مسحه، لا تشتري كرك، لا بناء، لا فلاحه، كم من يجي هذا العمل؟ هذا من الفلاح والعامل والدوله اذا استوردت المواد هاي هذا المواطن ما يشتغل. اثرت حيل جدا 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 اثرت. اثرت على كل الشعب مو واحد. وتشوفها بعينك. انت فقط شاب لان هسه بلغت الرشد موش يعني قبل العام احسن من السنه هاي احسن من ما تجي اتجي ولا اسم. من هو يريد من جد اذا ماكو فلاحه؟ من هو يريد مسحه؟ ماكو. الماء انقطع تبيش يعيش البشر ظل يعاني معاناه، والعراق يعاني مثل ما تعاني. الامر صعب، كله صعوبه صعب. ونحمد الله ونشكره نقول باسم الحي العظيم اكوهي وكماري. احنا نقول انت انا رحمت. هاي المعلومات. ايش قد تتوقع تبقى هاي المهنه يعني؟ امر ربك ما يعلم به بشر. يعني لا، امر ربك ما يعلم به بشر. يجوز بعد شهر شهرين العراقي يستغني من كل شيء. يستغني من كل شيء. هو هسه واقع جاي يشوفه انت مثل ما تفضلت العام يعني يجوز احسن من السنه ثلاث عروبه مو؟ اضعاف احمر السنه يجوز اخذها واحد ما الله اعلم سنه الاخرى يجوز اذا استغفر الله بس ما نيس من رحمه الله. الحمد لله. اذا اي سن من رحمه الله ما حد بنى ولا حد اشتغل ولا انت تجي ولا انا اجي للمحل شاباكر ابو شو اسوي؟ هذا الله قاعد بروح. زين يعني تندثر هاي المهنه تندثر حسب رايك؟ شلون؟ يعني تنقطع؟ ما طول التربه العراقيه والعرب يوجدون العمل مالها ويوجدون الامر الا الشعب كله يدري. ما يصير. ما يصير، ما يمكن. ما يمكن ما تنعاد هاي، تجي يوم تحتد، الشعب يحتد. هسه اليوم احنا اغنى شعب بالدول الاوروبيه، بس محافظتك هاي تساوي الدول الاوروبيه، هاي احنا المستهانين نقول لا شنو؟ لا هاي تسوى الدول العربيه الدول الاوروبيه كلها. بمن؟ بالخير وبالزراعه مالتها وبالحيوانات وبالثروه مالت السمك الذي هي ثروه ما لها وجود. هسه قليل من الملايين وحدة تجي هاي كلها انت تشوفها بعينك اكو سمك حر مثل قبل. التقصير منين؟ ما التقصير لا تعدي التقصير يصير باشكال بعد عمك انت فاهم.
عمر مثل ما قال لك الوالد قديم قبل نبي نوح عليه السلام تقريبا. يعني من آدم تقول من آدم عليه السلام وانت نازل. يعني حسب معلوماتك الأنبياء اللي استخدموا هاي الكلمة؟ والله ما أقدر أذكر لك. يعني إذا يجوز أقول لك آدم عليه السلام كان يدق يجوز أكون مخطئ ما أدري. يجوز سلالة آدم عليه السلام اللي وياه قاموا بالحداده بس مو هو نفسه مثل ولده. أهم المواد اللي تشتغلها؟ حديد. حديد مثل اضبط شيء مثل ورق سياره او شبرق مال سياره او بسمار مال قطار او بالضبط مبرد اللي نستورده من الدول. مبرد ماده المبرد ماده دوليه اقوى حديد اللي يصنع منه المنجل. الفولاذ يعني نصنع من عده الفاله. حديد الفولاذ نصنع منه الفاله. والحديد العادي هم نصنع من عده بس مادة أولية تقريبا ما تجيب الفولاذ. مو الحديد أنواع الفولاذ وسلستيل هاي أنواع الحديد. زين المواد يعني المنجل شنو المنجل؟ قصدك المنجل تريد استخدامه؟ إي يعني أنا مشاهد الكريم يعني شنو المنجل؟ المنجل تشرح علي هذا المنجل يستخدم في الحصاد؟ طبعا المنجل أداة بالضبط للحصاد أو مثل ما يقول بالعامية يسمونه الحش الزرع جيت غيره أو تنظيف النخل. هذا المنجل اختصاصه بالضبط الحشيش أو تنظيف النخل هذا المنجل أو للحصاد. بعد شنو عندك تصنع؟ مثل الفالة الأداة الثانية فالة لصيد الأسماك فقط تستخدم لصيد الأسماك. هاي الفالة أيضا من مادة الحديد الفولاذ تستخدم صاعة لصيد الأسماك فقط. أيضا العرب كانوا يستخدمونها كسلاح يعني للدفاع عن أنفسهم من حيوانات أو استخدموها ثورة 20 لطرد الاستعمار. أي طبعا استخدموها ثورة 20 هاي الفالة. الطبر قلنا لك ومنجل قلنا وفاله. مثل ساطور مال لحم نقدر ايضا نصنع ساطور مال لحم يدوي. ساطور مال لحم هذا قديم نشتغل يعني مو جديد بس شكله تقريب يعني حتى ايده من الحديد. حديد ايضا ورق مال سياره فولاذ. يعني هذا الحديد دائما تختارونه هاي الصناعه؟ اي لان مثل ما يقول حديد فاخر نوعية جيدة جدا يعني أحسن أنواع الحديد هو ورق السيارة اللي يجي تقريب يعني وغير السيارات يجي. بعد شنو يعني أقلام طبعا هذا تستخدم لقص الحديد. أيضا هذا من بسمار مال دبابة أو برغ مال دبابة يعني حديد مثل ما يقول روسي مضبوط لقطع الحديد يقطع اي حديد بعد ما نحميه ونضبه بالماء او بالدين حتى يصير اقوى ما تخرب شفرته. نصنع فاسه مال بناء بس ما عندنا فاسه البناء تقريبا فاسه البناء تصنع يدويا او نقدر نصنع هم ايضا شاكوت هاي تصنع هم يدويا. زين المسحاه المسحاه ايضا تصنع يدويا. المسحاه امرك اياها؟ دوسه هاي مثل ما يقول هم ايضا تصنع يدويا. قطعه من الخشب وتنجر بالفاس يدويا وايضا يطلعون لها ثقب يدوي. بس حاليا هاي شغل بغداد ماكينه مو شغل يدوي. تشتغلوا هذا الشغل؟ اي ايضا نشتغل كله يدوي قبل بس حاليا. زواو ايضا يسمونه زواو لقطع الغنم لقص الصوف مال الغنم بس هنا هاي بس
صغيره ما تمام يعني ما عندنا موجود بالمحل هسه. الحجله شنو هي؟ هاي الحجله طبعا تصنع من ماده الخشب فقط. هاي تعتبر اداه يعني تساعد الطفل على المشي. هي الوحيده اللي تساعد الطفل على المشي. زين هاي هسه الادوات اللي ذكرتها يعني حسب رايك قد المواطنين تجي توافد عليكم وتاخذ هاي الحاجات، ازيد شيء الماشي عندكم وفي هاي الصناعه؟ يعني الماشية تقريبا بس المنجل فقط. الفالة يعني انتهى شغلها بعد. شنو سبب انتهى؟ صيد الاسماك قليل ماكو، اسماك ماكو. وثانيا بعد الاسماك اكثر شيء يصيدونها على طريق الكهرباء عن التالي. وماكو سمك مثل ما يقول اسماك كبيره حتى على مود يستخدمون هاي الفالة. كله سمك صغار. يستخدمون عن طريق النتالة. زين اثر عليكم دخول الحاجات الاستيراد يعني على عملكم؟ طبعا شيء احتياطي. زراعه منا قليله ومنا يدعمها الاستيراد فقلت منتنا تقريبا نقول 90%. حاليا تشتغل 10%. زين حسب رايك تبقى بعد هاي المهنة؟ والله بالضبط ترجع الله سبحانه وتعالى اعلم، بس اذا تيجي حسب مثل ما يقول اللي احنا ندري به يعني ما تقاوم انه هاي المهنة مالت 5 سنوات. اذا بقى الوضع هذا يعني على هالوضع 5 يعني مثل ما يقول ما تقاوم اكثر من 5. يعني تندثر بعد تروح عليك. تندثر يعني وبقى بس المجال يشتغل بها. فال انتهت، الطبر انتهى كله استيراد، مسحان انتهت كله تجاري، مسحان دق اليد وماكو سكينه لقطع النخل ايضا قليله جدا واستيراد هواي. يعني الاستيراد مثل قوه هذا اللي يصنعونه لو يفرق؟ لا الاستيراد الحديد ماله كله مو ناجح، على الاكثر عفوا، على الاكثر مو ناجح. مثلا تجي الفاسه، يعني هسه فاسه استيراد مو يدوي، رمل مجرد يعني مؤقته ويستغنى عنها. يعني تجي للطبر يعني هذا الفولاذ، فولاذ اصله ورق سياره، الطبر هسه كله تجاري رمل، ما يقدر ما يقاوم عنده بالشغل. وصب قالب يختلف عن الدق، يعني صب القالب شفرته متينه يعني ما مسحوبه من هنا، فاستخدامه يصير صعب جدا للقصاب.